يذكرون في زمنه عندما كانوا يتكلمون عنه، درس على ابن بلدجي، أخذ على ابن بلدجي، فكان الأشهر لمن ترجم له في النسبة لا يذكرون الموصلي، وإنما يذكرون إيش؟ ابن بلدجي. ابن إيش؟ بلدجي. الآن سيأتي معنا الموصلي أمامكم ما هي؟ من بلاد الجزيرة، أي جزيرة ابن عمر كما ذكرها السمعاني. لقبه مجد الدين، يقول حتى مشهور في كتب الترام يذكرون مجد الدين ابن بجد ابن بلدجي. مجد الدين ابن بلدجي، هذا أكثر شيء، لأنه له أخوة، والده كان عالم سيمر معنا بعد قليل، وله أخوة علماء، لكن هو متميز من بينهم، فكان يعيش في أسرة علمية. الآن كنيته أبو الفضل، هذا تنتبه له، يعني انظروا يعني السابقين كيف يوجد اسم، يوجد لقب، طبعا هي موجودة عندنا الاسم، بس الكنية، يوجد اسم، يوجد كنية، يوجد لقب. تجد عامة علمائنا السابقين، وهذه كانت مشهورة، شمس الأمة، مجد الدين، صحيح؟ فدائما يوجد ألقاب، فخر الإسلام، شيخ الإسلام، فمشهورة قضية الألقاب موجودة، وهي يعني شيء حميد، يعني سنة حميدة عند العلماء السابقين. إذا لقبه، كنيته، ولادته في الموصل. انظروا يعني رغم أنه تتكلموا قبل 700-800 سنة، ومع ذلك محفوظ في أي يوم ولد وأي وقت من اليوم وفي أي تاريخ وفي أي سنة، يعني كم كان الاهتمام بالعلم والترتيب، وكم أيضا هناك أمر مهم، كم هناك رفع على العلماء. الآن في زمني في وقتي كم كان علماء، أو كم كان أناس، كثر لا يحصون، ومع ذلك كلهم أذهبهم التاريخ وعاشوا وماتوا ولم يعرف عنهم أحد. انظر عندما اشتغل بالعلم أصبحت حتى ولادته بالموصل في يوم الجمعة آخر شوال سنة 99 و500، فأصبحت معروفة. ما الذي رفعه، ما الذي جعله بهذه المكانة بعد يعني توفيق الله؟ العلم، كيف يرفع أهله، وهذا في القرآن صحيح، فيرفع ويجعل له شأن وله مكان، ليس حي فقط في زمانه، وإنما حي بعد زمانه، والناس ينتفعوا. كم الآن كتاب الموصلي يمكن طبع مئات الطبعات، آلاف الطبعات، والآن يمكن في اللحظة هاي التي نحن نريد أن نقرأ فيها من هذا الكتاب، ممكن تجد مليون طالب في الفقه يقرؤون في هذا الوقت إيش من هذا الكتاب، لأنه كما تعرفون 3/4 المسلمين على المذهب الحنفي، وعامة المدارس يوجد في هذا الكتاب والجامعات وتدرسه. فعندما نقول يوجد مليون طالب الآن في العالم يدرسه، يعني ليس شيء كثير. هو والقدوري، هاي من أشهر الكتب التي تدرس هذه الأيام، أشهر الكتب. طب هذا الشخص له الآن بعد موته ب700-800 سنة أجر الآن، نفع وفائدة كم؟ مليون طالب في كل لحظة. إذن تجدون أنه طريق العلم والاشتغال في العلم وخدمة العلم والقيام عليه من أفضل وأعظم القربات، وأكثر شيء يخدم ديننا، أكثر شيء فيه أجر وثواب، وأكثر شيء يعتبر عبادة متعدية. حتى في الحديث يعني الدنيا ملعون وملعون من فيها إلا عالم ومتعلم، أن الإنسان يقضي وقته إما إيش؟ بالتعلم أو بالتعليم. فطريق العلم أفضل من كل الطرق، بدل واحد ما ينشغل بالحياة بالأكل والشرب والسهرات والكلام وكله ذاهب، وفي أي لحظة ممكن أن يخرج من الدنيا ويموت، لا، شغل وقته وحياته بالعلم، فترك في زمانه علم وأصبح له طلاب يعلمون، وترك بعده أيضا كتب وغيرها ينتفع بها الناس إلى يوم إيش؟ الدين. فنريد من كل طلبة العلم يعرف مقام هذا الشيء ومكانته وأهميته، وينصرف إليه، بدل أن يكون حال طلبة العلم كحال العوام فقط، منصرفين إلى كروشهم وفروجهم، هذا حال العوام الذين لا يعون ما هي الدنيا ولا يفهمون حقيقتها ولا يعرفون أبعادها وإلى أي مكان يذهبون وإلى أي ومن أي طريق يسلكون. هذا مختلف عن حال طلبة العلم الذين فهموا الدنيا وعرفوا
ما لهم وما عليهم إيش فيها. نريد أن يكون عندنا وعي في هذا وانتباه. وهذا من الأسباب الذي أحببت اليوم أن نقف معك سرجمة حتى نستنير بهؤلاء العظماء ويعني نتعرف عليهم ونجعل من طريقهم ومن نهجهم طريقا وسبيلا أنا لنا ونؤثر في الآخرين بذلك، لا أننا نتأثر بالآخرين. هاي دراسة ورحلات. انظروا في فكرة وش مطروح، البيئة العلمية، وهي مهمة جدا أنه وجد في بيئة إيش؟ بيئة علمية. فأنت كن حريص دائما أن يكون حولك بيئة علمية تشجع، لأنك بشر تتأثر، فتكون تسكن في مكان وقريب من أناس يتعلمون ويعلمون بحيث يصنع لديك رغبة في هذا الشيء، لا تذهب وتعتزل والناس الآخرين الذين ينصرفون عن العلم. كلما اقتربت من أهل العلم وأهل الفضل وطلبة العلم وأصبحت علاقتك حتى الاجتماعية معهم، كلما كان هذا صارفا لك لإيش؟ لطريق التعلم. حتى الذي يكون أعقل أكثر، حتى إذا تزوج فتاة يتزوج فتاة تشتغل بالعلم حتى تكون محفزة له، لا كل يوم تقول له خلنا نذهب نشتري أغراض، نذهب إلى أمي، نذهب إلى أبي، نذهب إلى السوق، نذهب إلى المنتزه، فتضيع عمره، تكون معينة له حتى في طلب إيش؟ العلم. فنريد أن نوجد أسباب ترغبنا في هذا الخير الكبير العظيم الذي يعتبر عمود الإسلام اللي هو العلم. انظروا، هو وجد أو نشأ في حجر والده، ووالده كان له مدرسة دينية في الموصل، فتعلم على يد والده وتلقى يعني قدرا كبيرا من العلم عليه يعني مع والده، لكن كان طموحا. يعني هذه كمان تهمنا، أن الشخص ليس يقول أنا عندي شيء كثير، متى قال الشخص أنا عالم فقد إيش؟ كان جاهل وجهل. الإنسان دائما درس على وجهه ولم يقتصر، مع أن والده مشهور وشيخ البلدة وشيخ المكان وشيخ المنطقة، لكنه لم يقتصر، سافر أيضا في طلب العلم. هاي أمامكم، سافر إلى بغداد سنة 60 وست، هذا متأخر، نعم الآن سنأخذ يمر على شيء من ذلك. مثلا سافر، هي مهمة جدا عندنا نحن في الفقه، كان من الأشخاص الذين تلقى عليهم العلم جمال الدين الحصيري. وجمال الدين الحصيري أظن تلميذ قاضي خان، صحيح؟ تأكدوا في الترجمة، أظن تلميذ قاضي خان، يعني من أبرز الفقهاء، وله شرح على الجامع الكبير وله تلخيص له مشهور جدا. والشخص يرتفع قدره بقدر من درس عليه، لأنه ممكن تدرس على أستاذ يعني متواضع فتبقى أنت متواضع، وإذا درست على أستاذ متميز تصبح أنت متميز، لأنه يفتح لك إيش؟ أبوابا. فمهم يعني من تدرس عليه يؤثر فيك تأثيرا كبيرا جدا. فهو عندما نجد أنه تلقى العلم على الحصيري، فهذا يعطينا ثقة أنه عنده سند قوي في العلم، وأيضا كتاب الاختيار الذي بين أيديه وكما سنرى يعني كتاب معتمد وصدر عن فقيه كبير، فهذه مهمة يعني مفيدة جدا بالنسبة لنا. في نقطة أخرى موجودة أمامكم قبل مناصب، أكثر من سماع الحديث. أيضا الكتاب الاختيار مما يتميز فيه أنه كثر فيه ذكر الأحاديث، فسنجد أنه هو من المحدثين المشهورين في عصره، وكان الطلبة يعني يتلقون عليه حتى الحديث ورواية الحديث، وله على ما أذكر ثبت في ذلك. فإذا كثرة الحديث التي في الكتاب، لأنه مع عنايته الفائقة بالفقه ودراسة الفقه على أكبر أهله، ومع ذلك كان عنده انصراف لرواية الحديث وتلقي الحديث على شيوخ الحديث، فكثرت روايته للحديث، وهذا يعطينا ثقة أخرى أيضا أنه عنده سعة كبيرة في الاطلاع على الحديث، فوضع لنا روايات كثيرة في كل الصفحات، وأيضا يعطينا ثقة بقبول الروايات التي ذكرها، لأنه ما كان جاهلا بالحديث. يعني في بعض الفقهاء
لا يكون عندهم اشتغال في الحديث فيذكرون ويجد لهم معرفة بالرجال واطلاع جيد. لا هو كان معروفا بالحديث، وبالتالي ممكن نحن نقول هذا الحديث فيه ضعف وكذا، لكن هو يعرف أن هذا الحديث له شواهد ومتابعات وهناك قرائن تقويه، فهذه مهمة يعني. وسنجد حقيقة في روايته يعني في الأسفل هذا الكتاب يعني خدم من قبل قاسم بن قطلبغة، له تخريج أحاديث عليه في 4 مجلدات يعني، الذي يتابعه وينظر فيه يجد يعني من النادر جدا أن تجد شيء ذكره الموصلي وليس له أصلا، يعني كل ما ذكره يوجد شواهد وطرق تؤيده وله أصل يعتبر. فالأحاديث التي فيه يعني ممكن ألفاظ مختلفة عن ألفاظ التي نعرفها نحن، لكن هو كان عنده روايات متعددة وله سماع على الشيوخ وينقل من هذا، فسنجد لها أصلا. وأيضا حقيقة وجدت شيء أثناء، لأن اشتغلت العبد الفقير في تخريجه يعني من 6 أشهر أثناء الكورونا، أول ما بدأت حفلة الكورونا الحمد لله، في 10 المواضع فيه من سعة اطلاعه وفهمه لهذا الفن يعني رواية الحديث، وجدت أنه قاسم بن قطلبغة عندما يخرج الرواية يقول هذه الرواية في الأصل لمحمد الحسن الشيباني. أنا بس أحببت أنبه على شيء، يعني كان عنده اطلاع ومعرفة حتى بكتب أصحابنا في الحديث، بحيث ينقل منها روايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا قليل من الناس من ينتبه إليه. تعرفون أكثر من 1000 رواية، يعني المحقق يذكر 1600 رواية أثر في الأصل لمحمد الحسن الشيباني، وبالتالي يعتبر من المدونات الكبرى في الحديث 89 هجري، وبالتالي قبل أصحاب السنن كلهم، فهو من طبقة مالك صحيح؟ 179 وكثير من الروايات اللي فيه عبارة عن بلاغات، فكما قبلنا البلاغات المروية عن مين؟ عن مالك، إذا نرويها نقبل. وهو من رواة الموطأ، ورواية محمد الحسن الشيباني الموطأ من أفضل الروايات بعد رواية الليث يعني مشهورة يعني كحديثيا، أما رواية الفقه اللي هي رواية محمد الحسن الشيباني فمشهور، فهو محدث كبير جدا. فعندما ملأ كتابه الأصل خاصة بالروايات الحديثية، إذن هذه يفترض أن تعتبر مصدر ليس أقل من مصادر السنة، والتوثيق منه والإرجاع إليه ليس أقل من إرجاع لأي كتاب من كتب السنة والصحيح. وقاسم بن قطلبغة فعل هذا يعني وثق منه، وهذا ذكره محمد حسن الشيباني إيش في الأصل. كيف له رواية الموطأ وذكر فيها أكثر من 170 حديث زائد على مالك، وأيضا له الحجة على أهل المدينة يذكرون فيه ذكر تقريبا 1000 رواية، وله الآثار تقريبا فيه 1000 رواية، وأيضا له الموطأ فيه 1600 يعني أقل أو أكثر. انتبهنا؟ هاي كلها كتب روايات، وكتب محمد في روايات الحديث هي أبرز مصدر أو أقدم مصدر بين أيدينا في أدلة مذهبنا، وطرقها مختلفة عن طرق من المحدثين، فهي تبين إيش المدرسة الحديثية أو تعد من روايات الأحاديثية عند الفقهاء، ومن لم ينتبه إليها يعني سيبقى في عنده إشكالية في فهم الحديث ورواية الحديث عند مين؟ عند الحنفية حقيقة. هذا الجهل أتى منا لأننا لم نطلع ولم نعرف. الذي يهمني أنه الموصل رغم أنه متأخر ومع ذلك كان يدرك هذا ويعتمد على هذا ويستفيد من هذا. فإذا نحن نظرنا في بعض الروايات فيه وجدنا البعض، ما الذي جعلنا عبد الفقير أشتغل عليه؟ لأنه للأسف الشديد في هذا الزمان كثير من الناس بدأ يعني صاروا يشتغلون في الحديث ويعتمدون على ظاهر الكتب، ثم من أسهل ما يكون إذا لم يجد في البخاري أو مسلم أو الترمذي يكون هذا حديث ضعيف، هذا حديث كذا، ويتركون. عندما لا تذهب إلى تخريج قاسم بن قطلبغة وغيره وتتابع تجد لا عادة هذه الروايات لها تخريج ولها ما يشهد لها وما يؤيده، وهو لم يقلها من نفسه كما يتصورون،
ويمكن تقويتها وليس نتهمها بالضعف. لذلك نجد مثلا التخارج الاخرى الموجوده حتى تخريج الشيخ شعيب غيره، يعني عندما الطالب يقرا لانه لم يشتغل بنظره حنفيه وعنايه بطريقه الفقهاء في الحديث، نجد في كثير من الروايات يقول ضعيف ضعيف ضعيف، ليس هذا صحيحا بهذه النظرة وبهذا التعامل. أنا أحببت اليوم من الوقوف مع أن ننبه له، هو كان محدث محدث كبير وهو يعي ما ينقل، وعندما أيضا نتابع ما رواه في كتب الحديث نجد نعم ما يرويه يعني له شواهد ومتابعات، وموجود جزء منه كبير في روايات أئمتنا للحديث، وبالتالي يكون روايات المذكور حقيقة محل قبول وتلقي. لكن نحن مضطرين نخرج ونذكر ونؤيد هذا في الأسفل حتى لا تبقى شبهة. ولذلك أحب أرغب من كل الطلاب أن تكون النسخة التي خدمت في الكلية للكتاب كيف القدور له نسخة بين أيديكم تعتمدون أيضا الاختيار، يعني من سنوات عديدة الحب لعبد الفقير أن يكون عمل عليه، لكن الله عز وجل يسر هذه السنة أن يتم هذا العمل. أحب أن يكون بين أيديكم والكل يطلع عليه حتى لا يبقى أحد يقول والله هذه المسألة يجد عندنا حديث، هذا الحديث فيها ضعيف، هذا لا، حتى هذه الشبهة ماذا يحصل فيها؟ تذهب. فأصبح الآن يعني الحديث التي فيه يعني هو أكثر عمل في التعليقات إن شاء الله، يعني التعليق عليه والتخريج لها بصورة جيدة بحيث تبقى الثقة في مسائلنا في مذاهبنا في كتبنا ونعتمد عليها إن شاء الله عز وجل. فأحببت أن أنبه على هذا. الآن مناصبه كما رأيتم أمامكم موجود، مناصبه تولى عامة المناصب الكبرى، انظروا فوض إليه التدريس بمشهد الإمام أبي حنيفة في بغداد. طبعا مشايخنا وشيخات مسجد أبو حنيفة في بغداد هو أكبر مسجد وهو رمز أهل السنة في العراق والمنطقة الموجودة. أنا عشت في بغداد يعني 5 سنوات، درست الماجستير والدكتوراه هناك، وكنت أسكن يعني فقط بعيد عن المسجد يعني في 200 متر وكان دائما يوجد دروس فيه وكذا وكذا. فالمسجد فيه الآن حتى المسجد المنطقة التي فيها يسمى الأعظمية، الأعظمية نسبة إلى الإمام الأعظم، ومسجد الإمام الأعظم والأعظمية يعني منطقة كلها مسمى به، وهي أو أكبر منطقة سنية في بغداد يعني، وعليه التعويل يعني في نصرة أهل السنة وكذا. مسجده الآن فيه جامعة في نفس المسجد الضخم وكبير، فيه جامعة الإمام الأعظم، وهذه الجامعة الآن لها فروع في كل العراق، يعني عامة كليات الشريعة في بغداد في العراق تسمى كليات الإمام الأعظم، كليات الشريعة يعني نسبتها إلى الجامعة التي في المسجد، وأصبح لها فروع في كل محافظات العراق، يعني لها لا أعرف بس مجموعة كبيرة من الفروع. فدراسة الشريعة في العراق الآن يعني بالدرجة مسمى باسم الإمام الأعظم، يعني كل كلية الشريعة تسمية إيش باسم هذا الإمام الجليل العظيم الكبير يعني. فيقول هنا أنه فوض إليه التدريس بمشهد الإمام الأعظم، فالظاهر من هذا كيف الآن أصبحت جامعة في مسجد الإمام أبي حنيفة، كان هناك يعني تدريس للفقه يعني بطريقة رسمية، كيف تدريس مدرس في الجامعة ورتبة عالية، فشخص عندما يفوض له التدريس في هذا المكان لا يقدم إليه إلا إن كان من أكابر وأفاضل إيش العلماء، وإلا لا يعطى مثل هذا الشيء، فبقي يدرس فيه إلى أن توفي. انتبهتم؟ طيب وفاته أمامكم 23 و600 مظبوط؟ المفروض 83 كانت نصوصا هاي في خطأ هنا، آسف يحتاج لتصحيح، وهو مكتوب بطريقة ليست جيدة والده، هذا أسف عن والده يتكلم، أسف أخطأت أنا قرأت والده أمامكم ترجمة لوالده لأخوتي لا أريد أن أقف معها. أنه يهم أن والده كان عالم له مدرسة، وأيضا أخوته يعني
كانوا أهل علم وفضلاء، وليس فقط الأخوة، حتى توارث العلم في هذه الأسرة، وهذا مشهور في التاريخ أن تجد هذه أسرة علمية. كيف أجرت أسرة تعتني بالنجارة، أسرة تعتني بالحدادة، منسوبة إلى هذه المهنة. أيضا العلم وجدنا فيه أسر مشهورة في التاريخ وينتسبون، فحتى عندما يذكرون في ترجمة يقول منسوب إلى، يعني بعض عبارات ينتسب إلى الأسرة المشهورة المعروفة بالعلم يعني الشريفة، فكان هو سواء من والده أو من أخوته أو ممن جاءوا بعدهم انتسب كثير منهم إلى البلدجي، ابن بلدجي هكذا، وكانت هذه الأسرة معروفة بالعلم وطلب العلم. يعني أمامكم هي تراجم أرجو تطلعوا عليها، وأريد من كل واحد يلخص هذه الترجمة بصفحتين يعني حتى أنه يكون عنده اطلاع جيد عليها في صفحتين. شيوخه اللهم صل على سيدنا رسول الله، بس وقفات الحصيري تكلمنا عنه ومكانة الحصيري، والحصيري تلميذ قاضي خان، وقاضي خان صاحب الفتاوى المشهورة وصاحب الشرح الجامع الصغير والكبير والزيادات، يعني إمام مشهور. فانظر يعني يوجد سند في العلم هائل وكبير جدا. بعده ننظر مسمار العويس، ابن العويس البغدادي المحدث، فهو يهمني أنه الاختيار مليء بالحديث. وانظر الآن الشيوخ الذين درس عليهم هم كانوا من المحدثين، وبالتالي كان صاحب معرفة في هذا العلم. أيضا بعدها حيدر العلوي، لو قرأنا فيما بعد ذكره مجد الدين ابن بلدجي وهو صاحبنا كأنه في ثبته، وقال سمعت عليه كتاب نهج البلاغة، هذا منسوب لسيدنا علي بن أبي طالب، ومشهور يعتبر من أشهر كتب البلاغة. أمامكم ولبس على يده خرقة التصوف، هذا بس ينبهنا على شيء، إنه كل علماءنا السابقين عندما يأخذون البيعة أو يأخذون طريق مع شيخ يسمونها خرقة إجمالا يعني هكذا. فكل العلماء السابقين عندما تقرأ في تراجمهم كما أنه درس الفقه على أستاذ وعرفه، لابد أيضا يكون له طريق مع الله في التزام أذكار وأوراد وحفاظ عليها ومحافظة على نفسه، فيسمونها خرقة التصوف. تصوف يعني عناية بالنفس وتربيتها وتزكيتها. فانظروا هاي سنة موجودة ومتبع عند مين؟ هاي أمامكم عبد الله ابن القبيصي النحوي، ذكره في مشيخته مجد الدين في مشيخ، وكان مشهورا بعلم النحو دراسته، أي عناية بالعلوم الأخرى. النيسابوري عبد الله النيسابوري المحدث شيخ خراسان، هذا شخص آخر من شيوخه، وبالتالي معروف أيضا إيش بالحديث. المبارك ابن الأثير المشهور جدا صاحب جامع الأصول، هذا الجمع فيه الكتب الستة من الروايات، سمع عليه جامع الأصول الموصلي، وسيأتينا فيما بعد في التلاميذ أنه صار التلاميذ يذهبون إليه لسماع جامع الأصول عنه، حتى يصبح سندهم متصل بمين؟ بابن الأثير. فكان مشهور بروايته، مشهور برواية جامع الأصول في الحديث. إذا لاحظنا كما له مجالس فقه له مجالس إيش؟ حديث واشتغال فيها. جامع الأصول هذا فيما سبق كان مشهور جدا لطلبة العلم أن يقرأوا هذا الكتاب ويدرسوه. نعم. الكرابيسي أيضا محدث، بعدها ابن هلال الأندلسي المحدث. يعني لو لاحظتم في عامة المذكورين في شيوخه نجدهم إيش؟ مشتغلين بالحديث. في التصوف الآن الإشبيل الشاطبي الأندلسي من مؤلفاته ابن العربي، يعني تذكرون أنه ممن درس عليه، لاحظوا، فدرس على كبار أشهر علماء الحديث في ذات الزمان ابن الأثير، وكان ألف جامع الأصول وسمعه عليه.
الحصيري كان فقيه عصره وتلقى عليه، وابن العربي كان صوفي عصره زمانه وأخذ عنه. فكيف اجتمعت له كمالات يعني كبيرة جدا. أثيري كان حنفيا أو محدثا؟ من هو؟ أثيري ابن أثير. لا ما أظن كان حنفي. الآن انظر مثلا التلميذ الثاني، التلميذ الثاني إدريس، انظروا عندما تقول سمعنا، يقول إيش؟ سمع معنا كتاب جامع الأصول في حديث على مجد الدين أبي الفضل ابن بلدجي. يعني في تراجم تلاميذه سمعوا جامع الأصول إيش؟ عليه، هو سمعه على ابن الأثير وهم سمعوه عنه. فهمناها مشايخنا؟ بس أنا أحببت حتى يعطينا الثقة أنه عندما نقرأ حديث ولو وجدنا رواية لاطلاع ولمعرفته. هاي أمامكم، يعني عندما تطلع على بعض تراجم انظر تراجم تلاميذ تجد هذا ظاهر فيها في السماء. أنا ذكرت فقط يعني بعض التلاميذ، اطلوا عليها على كل، أنا يهمني بس تأكيد هاي. ثناء العلماء عليه طبعا كثير جدا. هاي أمامكم مثلا ابن تغرى بردة، يقول شيخ الإسلام عنه، العلامة شيخ الإسلام مؤلف المختار في فقه السادة الحنفية، أثنى على علمه وغزير فضله ودقيق نظره وجود فكره جماعة كثيرة، وكان إمام عصره ووحيد دهره وآخر من كان يرحل إليه من الآفاق، تفقه به جماعة من أعيان السادة كم وحدث، تفقه وحدث، ولما ولي مشيخة مشهد الإمام حنفي أكب على الاشتغال والإشغال والتصنيف والتأليف، وانتفى به عامة الطلب وسائر المذاهب، وكان إماما ورعا دينا خيرا مترفعا عن الملوك. انظروا عندما ذكر صفاته. هاي أمامكم وصف كبير من مجموعة من الفضلاء له، اقرؤوها يعني تعطيكم كم مكانة ومنزلة هذا الفاضل العظيم. أمامكم بعض هنا السماعات له في الحديث، سمع بالمدرسة الصارمية من المؤمل، يعني أمامكم بعض السماعات له، وأجاز له إجازة، ومن أهل خراسان عمين سمع المؤيد ومنصور بن علي وأبو بكر وأبو المظفر، يعني عنده كان سماع كبير جدا في الحديث، ومن بغداد سمع على عبد العزيز الأخضر وعبد الوهاب بن سكينة وحنبل ومن الموصل، هؤلاء كلهم سمع عليهم الحديث. أي مذكور أمامكم أكثر من 15-20 شخص، هؤلاء الذين ذكرتهم على عجال، أنا لم أترجم له. الذهبي يقول سمعت بقراءة القلانسي عمل اليوم والليلة لابن السني بسماع مجد الدين ابن بلدجي، يعني هو كان سمح على ابن بلدجي، والذهبي يقول أن سمعته عليه، فالكل يفتخر أنه سمع بسنده. فهمتوها؟ خاصة سنده لجمع الأصول كان مشهورا. سمع البخاري من أبي من الواسطي، وسمعنا منه جامع الأصول بإجازته، سافر إلى الشام وقرأ على أبي عمرو بن الحاجب ومحي الدين بن العربي. انظروا أمامكم يعني كلام لطيف في هذا. لاحظ يقول ابن الفوطي، هذا من أشهر تلاميذ، يقول سمعنا عليه كتاب جامع الأصول في أحاديث الرسول بروايته عن مصنفه. وهي أمامكم مشايخنا مؤلفاته، أنا لا أريد أن أطيل الوقت. الاختيار الذي بين أيدينا اللي هو يعني مشهور جدا، أعظم الكتب، هي ثناء العلماء على مكانة هذا الكتاب، عنده الفوائد المشتملة على مسائل المختصر والقدور والتكملة، شرح الجامع الكبير، له المشيخة التي يعتمدون عليها، ذكر شيوخ ورواياته وسماعه وكثير جدا نقلوا عنها. توفي سنة 83 ودفن بمشهد أبي حنيفة، وصلى الله على سيدنا رسول الله.